رجعنا لحضراتكم، معلش اسمحوا لي ان انا يعني اعيد واقول اللي خالص العزاء من برنامج صفحة جديدة وكل العاملين في البرنامج وفي في قناة ناين لايف ورئيس قناة ناين لايف خالد شبانه ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام الأستاذ حسين زين. نتقدم جميعا بخالص العزاء لأسرة المتوفي السيد فريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي اللي توفى من يعني بضعة ساعات. وفي المقدمة أنا يعني قرأت على حضراتكم بيان رئاسة الجمهورية، لكن كمان في بيان خرج من القوات المسلحة. هذا البيان: تنع القوات المسلحة ابن من أبنائها الفريق فخري محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والذي وافته المنية عصر اليوم، وتتقدم لأسرته بخالص العزاء وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته. ده حضراتكم البيان الخاص بوزارة الدفاع أو القوات المسلحة المصرية، وكان في بيان أيضا من رئاسة الجمهورية. حضراتكم النهاردة ضيفي اللي منورني في الاستوديو هنتكلم معاه عن التحديات الخاصة بالإجراءات الدولة المصرية لتأمين الحدود الغربية مع ليبيا. وكنت في المقدمة كنت بتكلم وبسأل يعني سؤال: هو المجتمع الدولي مش شايف اللي بيحصل من تركيا؟ المجتمع الدولي إذا كان الاتحاد الأوروبي، أمريكا، روسيا، الصين، اليابان، كل الدول العالم مش شايفين التجاوزات اللي بتحصل من تركيا واحتلال تركيا لليبيا؟ مش شايفين ان هي عمالين يعملوا قواعد عسكرية؟ مش شايفين انه حضراتكم عايزين يستغلوا البترول والغاز؟ مش شايفين ان تركيا حضراتكم فيها عاملة مشاكل مع قبرص واليونان في المنطقة الشرقية في البحر المتوسط؟ مش شايفين التهديدات اللي بتهدد تركيا سوريا والعراق؟ مش شايفين البيان اللي دايما بيقولوه انه احنا ان شاء الله هنرجع الخلافة العثمانية وان هم عايزين يرجعوا يحتلوا الدول التانية، يحتلوها تاني يعني قصدي؟ يعني المجتمع الدولي فين؟ سايب كل ده ازاي؟ ضيفي اللي منورني في الاستوديو سيادة اللواء محي نوح الخبير العسكري. مساء الخير يا فندم، وبتقدم لخالص العزاء لحضرتك يا فندم. مساء الخير يا فندم، وانا بتقدم بخالص العزاء لقواتنا المسلحه العزيزه البسيله في وفاه الفريق محمد العصار. الفريق محمد العصار مما لا شك انه كان ليه يعني خلال الفترة اللي فاتت كان ليه عمل جليل جدا في الانتاج الحربي. اعتقد ان هو بنقول للقوات المسلحة وبنقول لأهله وبنقول للرئاسة البقاء لله وربنا يرحمه. الله يرحمه، وخالص العزاء للمرة الثالثة لأسرته ولكل أفراد القوات المسلحة والقادة. الأكيد طبعا في تأثير بفقدان هذا الإنسان العظيم اللي ليه مواقف عديدة، وآخرها طبعا الأحداث اللي كانت بتحصل أيام ثورة 25 يناير والأحداث اللي حصلت في ثورة 30/6. مظبوط، يعني مواقف كثيرة جدا، مواقف وطنية عظيمة. نعم، خلال الفترة اللي فاتت. نعم سيادة اللواء، أنا اسمح لي إن أنا ننتقل بقى لموضوع الفقرة النهاردة، وبنتكلم عن الإجراءات الدولة المصرية لتأمين الحدود الغربية مع ليبيا. والسيد رئيس عبد الفتاح السيسي كان مجتمع أمس مع الإشارة قائد سلاح الإشارة وعدد من الرؤساء الخاصة بهذا الموضوع. مظبوط، وكان بيتكلم عن أنه بيطمن عن سير هذا التأمين بشكل جيد وبشكل حديث باستخدام القمر الصناعي طيبة واحد. مظبوط، تعليق حضرتك يا فندم. انا بقول حاجة، احنا التهديد المباشر دلوقتي لنا هو من الجبهة الغربية. نعم، نتيجة لوجود بعض عناصر او كثير من العناصر الارهابية اللي موجودة في ليبيا في خلال هذه الفترة. نعم، بس العناصر دي موجودة في غرب ليبيا. نعم،
يعني النهاردة إذا جينا نتكلم على تركيا واحتلالها لمنطقة المنطقة الغربية من ليبيا النهاردة، مما لا شك إن ده إحنا بنتكلم على الأمن القومي المصري. نعم. فلما نتكلم على الأمن القومي المصري لابد إن أنا أحافظ على حدودي كلها. صحيح. النهاردة بستخدم التكنولوجيا، أحسن شيء في التكنولوجيا النهاردة سواء الإشارة أو الإلكترونيات أو كل ما هو خاص بالتكنولوجيا أو القمر الصناعي اللي موجود. ليه؟ عشان أراقب الحدود بتاعتي كلها. نعم. أراقب التحركات اللي موجودة في المنطقة كلها، أراقب أي حد يقرب من حدودي. نعم. واللي يقرب له يبقى هيشوف اللي ما شافوش عينه إطلاقا. اللي هو سلاح الإشارة، التوضيح للمرة الثانية، سلاح الإشارة ده يعتبر يا سادة زي بالظبط وزارة الاتصالات في الحياة المدنية. سلاح الإشارة ده هو الخاص بالاتصال ما بين القوات ببعضها، والسلاح الجوي والسلاح البحري والسلاح الأرضي، التنسيق الكامل ما بين جميع الأجهزة الأسلحة، وخاصة أنه يعني حتى توصل إلى أنه يبقى في فرد مثلا بيحمي 1200 كيلومتر من الجانب الغربي أو حدودنا الغربية مع ليبيا، يكون في اتصال بأقل فرد أو أصغر فرد إلى أكبر قيادة. هو النهاردة التكنولوجيا هي كل حاجة النهاردة. تفضل. فالنهاردة لما يكون النهاردة سلاح الإشارة مع بعض رئيس الوزراء مع الناس المتخصصين في التكنولوجيا النهاردة موجودين عشان ينسقوا، نعم، في تأمين الحدود. تأمين الحدود هو بيأمنها، من ناحية ان اي اقتراب من الحدود بيبلغ عنه فورا. النهاردة كان موجود سلاح الحدود، هو اللي موجود، افراد موجودة باستمرار على انها بتبلغ اول باول. سلاح الحدود موجود ونادته، لكن التكنولوجيا النهاردة موجودة سواء على الحدود الغربية او على الحدود الجنوبية. النهاردة مطلوبة هنا وهنا. فالنهاردة بحيث النهاردة اي تحرك يحصل سواء من بتوع الدواعش او من تركيا او من اي، يبقى القوات المسلحة جاهزة، وهي جاهزة فعلا. نعم. وشفنا الاستعداد القتالي لما راح الرئيس عبد الفتاح السيسي الى المنطقة الغربية، وشفنا الاستعداد القتالي، وشفنا وحدات بتاعتنا على استعداد شكلها ايه. نعم. سواء مدرعات، سواء مدفعية، سواء طيران، سواء جميع الاسلحة على قربة الاستعداد في أي وقت لأي عمل يطلب منها. وده حضرتك بأثناء تفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية في سيدي براني، ولما ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الكلمة التاريخية تعتبر. مظبوط. وكان بيتكلم فيها في عدد من النقاط من ضمنها تجاوز سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر. ده كلام مظبوط. لأن سرت هي مكان موجود فيه البترول، مكان بترول موجود في سيرت. نعم. والجفرة تحت سيرت بشوية في هذه المنطقة. لو عدوا هذا الخط يبقى بقربوا من الحدود المصرية. لا. انت بقى لو عديت هذا الخط هيبقى فيه وقفة معاك. والرئيس قال النهاردة ده خط احمر. نعم. وبعدين قال حاجة مهمة جدا. قال النهاردة ان الامن القومي المصري، نعم، هو كل شيء النهاردة. وبعدين انا ما انتظرش حاجة من حد النهاردة، عشان انا النهاردة عندي المقومات اللي تخليني ادافع عن الامن القومي المصري بتاعي. ايه المقومات دي؟ ان انا النهاردة لما الاقي تحركات موجودة انها تبقى تحركات تهدد الامن القومي المصري، لا انا اقف هنا، تبقى في وقفة. لو النهاردة انت عندك النهاردة القبائل، كان موجود ناس من القبائل الليبية موجودين وكانوا بيعضدوا هذا تماما، والرئيس قال لهم لو دخلنا لابد ان تكونوا على رأس القوات المصرية، ولازم ناخد النهاردة السراج بيتحالف النهاردة مع تركيا. تحالف مع تركيا النهاردة تحالف ملهوش اسس شعبية موجودة النهارده. ان ببص نلاقي الشعب النهارده لما بيهتف النهارده بيهتف لمين؟ بيهتف للقوات المسلحه الليبيه
اللي هي بقيادة حفتر النهاردة، اللي هي بتدافع عن وطنها، بتدافع عن أهلها، بتدافع عن أماكن الثروات البترول بتاعتها، اللي هي ولائها اللي هي للدولة، ولائها للدولة، ولائها للدولة وولائها للشعب، ولائها للشعب. تمام. ولكن النهارده برضه لما نيجي نقول البرلمان الليبي، نعم، البرلمان الليبي برضه ما هوش موافق على اللي بيحصل صحيح بين تركيا ولا بيحصل بين السراج. فالنهارده السراج وتركيا بتصرفوا تصرفات غير مسؤولة، نعم، لأن النهارده تركيا، النهارده أنا بعتبر تركيا النهارده محتلة. نعم. أنت إيه اللي يجيبك النهارده من الشرق يجيبك الغرب؟ إيه اللي يجيبك من عند تركيا، من عند العراق النهارده، ومن عند روسيا النهارده، من عند هذه المناطق، ومن سوريا؟ إيه اللي ينقلك إلى ليبيا؟ إلا إذا كان لك أغراض في إنك تاخد الثروات اللي موجودة في ليبيا، نعم، انك انت النهاردة تبدأ تعمل القيادة اللي موجودة اللي انت عاوز تعملها للامبراطورية العثمانية اللي انت عاوز تعملها. نعم. هذا الكلام كلام مرفوض اطلاقا. نعم. هذا الكلام لما حضرتك بتتكلم على المجتمع الدولي، اين المجتمع الدولي؟ حاجيل هذا الموضوع، هنوصل له. لكن يعني استرجاعا لكلام حضرتك لما قال اي تدخل مصري مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعيه الدوليه. مظبوط. تمام. مظبوط. حضراتكم يعني كان في قاعدتين عملتهم تركيا، قاعده بحريه وقاعده جويه. مظبوط. الوطيه هي القاعده الجويه. الجويه، مظبوط. اللي كان فيها مجموعه من الصواريخ ومجموعه من الرادارات ومجموعه من وتمكن طلعت بعض الطيارات ضربت هذه القاعده، وتمكن الجيش الوطني الليبي بقياده حفتر، طيران بقياده حفتر، الطيران الحربي خرج ودمر ودمر له الصواريخ اللي كان بيقول لك صواريخ الهوك الهوك بتاعته كلها. ده و ده معناه ايه؟ وفي عدد كبير جدا من الناس قتلوا في يعني هذا، وفيهم قاده قتلوا في هذا الهجوم. طيب هذا الهجوم معناه ايه؟ معناها ان الجيش الوطني اللي بيجيش قوي يستطيع ان هو يعني ياخد ارض تاني وتالت ورابع، ويستطيع ان هو بقيادة حفتر وقيادة القبائل اللي موجودة المناصرة لحفتر، وانها تقضي على هذه الشرذمة من الدواعش ومن الناس المستأجرين. لان انا عايز اقول لك حاجة، اي واحد مستأجر النهارده بيجي عشان بيبقى ما عندوش عقيده. انا النهارده لما جاي من بلد غير بلدي، بحارب في بلد تانية، وبعدين جاي ناس من سوريا عشان يحاربوا في ليبيا، وجاي ناس من مناطق تانية من افريقيا عشان يحاربوا في ليبيا، هل دول عندهم ولاء لهذه البلد؟ لا طبعا. بمجرد ما يتضرب عليهم كله هيجري. ليه؟ ما عندوش عقيده. بخلاف بقى الجيش المصري العظيم اللي عنده عقيدة راسخة موجودة عنده، اللي هي نمرة واحد، يا النصر يا الشهادة، ما فيش حاجة تانية. نعم. لكن دول ما عندهمش عقيدة. النهاردة لما يلاقي نفسه مزنوق هيسيب الدنيا ويجري، تاخد بالك؟ لأنه دي مش ما هيش بلده، ما هي مش وطنه. نعم. ده لا بلده ولا وطنه، فما فيش حاجة تربطه بيها إلا الماديات. واللي حدث في قاعده الوطيه ده، الوطيه، انه انتصار المتميز والتخطيط اكيد المتميز برضو رائع، التنفيذ الجيد، التنفيذ الجيد رائع، اكيد ده بيدل عن انه في تدريب، ان الجيش الوطني الليبي كان في الفترات اللي قبل كده كان بيخاف على الشعب الليبي. مظبوط. انه بيخاف على لما جه حارب قاعده عسكريه دمرها. مظبوط. انما لما كان بيحارب زي حروب الشوارع يعني في بعض المدن، كان زي ما هو كان دايما بيقول المتحدث الرسمي للقوات المسلحه الليبيه المسمراني، انه دايما بيخافوا على المواطنين الليبيين. مظبوط. فهذه العمليه وضحت قد ايه الجيش الوطني الليبي قوي. طبيعي طبيعي الجيش الوطني الليبي قوي، لانه اولا تدرب كويس قوي،
اولا دخل معارك كثيره خلال هذه الفتره، فخد خبره المعارك النهارده. نمره ثلاثه ان هناك بعض الدول بتساعده مما لا شك في هذا، سواء بالسلاح سواء بالمعلومات سواء ببعض الدول بتساعده. نعم. اعتقد ان هو النهارده في مركز قوي النهارده، والنهارده هو بيزحف الى طرابلس باذن الله. سياده اللواء، ده من الجانب الخاص بالقوات المسلحه الليبيه. اما من جهه بقى الجانب الاخر اللي هو القوات الخاصه بالمستعمر التركي. ايوه. يعني ممكن يكون في رد فعل اكيد للعمليه دي. ما اعتقدش انه هيعمل رد فعل، لان لو عاوز يعمل رد فعل كان عمل رد فعل فوري. لكن انا النهارده لما بقعد النهارده هذه الفتره هيعمل رد فعل فوري ازاي وهو اساسا لسه ما كونش القاعده؟ ما هو لازم يعمل قاعده اذا كان البحريه ولا النهارده ومين عشان حفتر مش هيدي له فرصه انه يعمل حاجه. كويس. اعتقد النهارده ان الجيش الوطني الليبي بقياده حفتر بقى بمساعده بعض الدول الاخرى، اعتقد ان هي مش هتدي له فرصه. وبعدين في هناك معلومات على طول، اجهزه المعلومات شغاله باستمرار. الامدادات اللي بتجيله النهارده اعتقد النهارده ان سواء عن طريق البحر او سواء او عن اي طريق النهارده مرصوده. نعم. هذه الامدادات مرصوده. فالنهارده هتبقى من الصعوبه بمكان انه يرد الرد. هم بيقول لك النهارده عاوزين يستولوا على سيرت، انا بقول لك مش هيقدروا يستولوا على سيرت النهارده. طالما فيها قوات بتاعت الجيش الوطني الليبي اعتقد انه مش هيقدروا يستولوا عليها ولا على الجفره ولا يقدروا، لان ده زي ما قال الرئيس خط احمر. والنهارده لو الليبيين اللي كانوا موجودين طلبوا مننا ان احنا نبقى موجودين معاهم، مما لا شك ان احنا لن نتاخر في طلب من اخواننا الليبيين، سواء من القبائل الليبيه او مجلس النواب الليبي اللي هم الممثلين الشرعيين لليبيا. لكن انا بعتقد السراج ليس ممثل شرعي لليبيا. السراج النهارده انت عارف ان هو كان المفروض يتعمل انتخابات، الكلام ده من فتره لم تتم الانتخابات. فالنهارده ده جاي بتعيين معينينه، فالنهارده جاي ولكن فتره بتاعته انتهت. فاعتقادي النهارده ان خلال الفتره اللي جايه اعتقد الجيش الوطني الليبي هيبقى ليه ضربات قويه، هيبقى لها تاثير قوي سواء على الخونه والارهابيين الموجودين او سواء على الجيش التركي اللي ساب بلاده من هناك وجاي عشان يحارب في ليبيا. يعني الجيش التركي النهارده، انت رحت النهارده كنت بتحارب في سوريا، رحت النهارده بتحارب في العراق، النهارده بتحارب في بعض المناطق، انت عايز ايه؟ هدفك ايه؟ ايه الهدف النهائي منك؟ من العمل اللي انت بتعمله ده؟ الو وبعدين العالم كله علني قال لك انا عايز ارجع الامبراطوريه العثمانيه تاني، يعني يحتل البلاد دي تاني. والعالم فين؟ هيتفرج عليه؟ ما هو ده يعني السؤال اللي انا قلت حضرتك. ما هو النهارده العالم النهارده هو مستغل ان العالم مشغول النهارده. النهارده امريكا انت عارف ان النهارده انتخابات، فيها انتخابات وفيها الكورونا وفيها بعض الحاجات الداخليه في امريكا النهارده. بعض البلاد الاوروبيه النهارده بقى فيها الاقتصاد بتاعها بتدور على الاقتصاد النهارده في بعض البلاد الاوروبيه. فرنسا يمكن هي اللي واقفه قويه في خلال هذه الفتره، ولكن النهارده روسيا واقفه برضه واخده موقف كويس. لكن اعتقد النهارده ان تركيا النهارده لا تستطيع، وهي زي ما تقول وحلت نفسها في ليبيا. هتبقى ليبيا دي اللي هتبقى مدافن او مدفن للاتراك. طب الشعب التركي رايه ايه؟ مبسوط يعني؟ مبسوط ان هو دولته ورئيسه اللي هو اردوغان عنده مشاكل في مع اليونان وقبرص، وعنده مشاكل وحرب في سوريا والعراق، وعنده مشاكل في ان هو بيستعمر ليبيا. الشعب التركي فين؟ الشعب التركي ما انت شايفه، الشعب التركي كله مغلوب على امره، يعني ممسوك ماسكينه بالحديد والنار. الشعب التركي النهارده للاسف الشديد
مش راضي على كل اللي بيعمله أردوغان، وفي هناك معارضين كثيرة، وهو بيقف ضد المعارضين، بيعتقل المعارضين، بيعمل مشاكل مع المعارضين. فالشعب التركي النهاردة أعتقد أنه هو لو أتيحت له الفرصة، أعتقد أنه هو النهاردة لابد أن يقوم على أردوغان. بكل بجاحة وكل عين بجحة، لما رئيس القوات القوات المسلحة التركية هو ورئيس الأركان لما وصلوا لليبيا وبينملوا الاتفاقية الخاصة مع السراج، وقال لك احنا جايين هنا عشان نقعد طول العمر خلاص، والتصريحات الخاصة بالرئيس أردوغان على العالم كله في كل وسائل الإعلام في كل حتة في العالم، لما يقول لك أنا هرجع الخلافة العثمانية تاني، الناس الشعوب، بلاش الرؤساء، الشعوب بتبقى وجهة نظرها ايه؟ مش الشعوب دي المفروض اتعودت ان مفيش حاجة اسمها استعمار؟ اتعودنا خلاص ونسينا حكاية الاستعمار، ما فقتش غير بس اسرائيل وفلسطين، ربنا يخلصنا بقى من الاحتلال الاسرائيلي. يعني الشعوب شايفة ده ازاي؟ ما اعتقد ان النهاردة ان الشعوب كلها غير راضية عن اللي بيحصل، ولكن الحكومات بيبقى لها موقف والشعوب بيبقى لها موقف تاني. اعتقد النهاردة ان احنا مصر النهاردة واقفة مع الشعب الليبي ومع القيادة الليبية ومع اصحاب الارض. احنا النهاردة عمرنا تدخلنا في ليبيا؟ عمرنا ما تدخلنا في ليبيا. نعم. بالرغم ان احنا اقرب ناس الى ليبيا، على خطوطنا في حدود معانا حوالي 1200 كيلو بيننا وبين ليبيا. لكن عمرنا ما تدخلنا في ليبيا. صحيح. ولكن النهارده يجي واحد من محتل من بعيد عشان يحتل، نقول للعالم بقى كله انتوا واقفين بتتفرجوا على الاحتلال، انتوا عايزين الاحتلال مره ثانيه؟ صح، على الاحتلال. وبعدين السراج غير ممثل لليبيا النهارده. ممثل لليبيا بأن صفه ان السراج يعمل اتفاق مع اردوغان اللي جاي محتل. يعني اصحاب الارض او اصحاب الارض نفسها مش راضيين على هذا. فين المجلس النواب؟ فين من هذا؟ فين القبائل الليبيه من هذا؟ فين الجيش الوطني الليبي من هذا؟ انت بتعمل اتفاق منفصل كده بينك وبينه، هل ده يعترف بيه؟ هل في حد يعترف بيه النهارده؟ ده كلام مرسل وكلام ليس له يعني. ان العالم كله ما بي لابد ان نقف وقفه، العالم كله تقف وقفه رجل واحد ضد الاحتلال التركي اللي هو موجود في ليبيا. لابد ان احنا العالم كله يقول كلمه للحق وللزمن وللتاريخ النهارده. والنهارده ليبيا مش كانت محتله قبل كده من الايطاليين، من ايطاليا، لكن حصل ايه؟ قامت ثورات. صحيح. ثوره موجوده. كما يقود هذه الثوره مين؟ المختار. نعم، عمر المختار. فانت النهارده هيطلع النهارده ناس موجوده في ليبيا النهارده، في ابطال موجوده في ليبيا النهارده، وبالفعل في اصحاب الارض موجوده في ليبيا النهارده. من يومين كان في مظاهرات، في مظاهرات، ولو تفتكر حضرتك في الكلمة اللي سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقاها، وقال، كان موجه كلامه للقبائل وقال لهم لو الشعب الليبي تحرك. أيوة، على فكرة أنا بفتكر الكلمة دي. أيوة. لما كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوجهها للشعب المصري. أيوة، بعد 30/6 و30/6 يعني كان كلمة إن هو يبقى في شعب ليبي، يبقى جموع كبيرة توصل رسالة للعالم بشكل كبير انه اللي بيحصل في بلدكم ده احتلال. طبيعي احتلال، امال ايه؟ امال هنقول ايه غير انه احتلال؟ وبعدين عايز اقول لك حاجة، من ايام علاقتنا بليبيا الليبيين ما كانوا بيجوا في مصر هنا موجودين معانا في مصر هنا على طول. اسكندرية كلها كانت الليبيين موجودين معانا في مصر هنا، واحنا كنا بنروح ليبيا وكانت العلاقة طيب. عمرنا ما فكرنا في يوم من الايام ان احنا نروح نحط ايدنا في ليبيا في اي مكان. لان الشعب المصري والقيادة المصرية عندها الشهامة
والتصرفات اللي هي فيها رجوله وفيها شهامه، مش فيها الغدر وفيها خيانه من بعض الدول زي اردوغان اللي هو بيتصرف تصرف سيء في جميع الدول العربيه، سواء في سوريا او في العراق او في بعض المناطق اللي هي موجوده ليبيا النهارده وخلافه. النهارده انت عايز ايه؟ تعمل خلافه؟ مش هتتعمل خلافه. خليفه المسلمين بان صفه تقول انك انت من خليفه المسلمين؟ ده انت عندك بيوت الدعاره موجوده. ده انت عندك النهارده غير بيوت الدعاره اللي موجوده عندك، عندك النهارده الخمور بتتباع في الشوارع النهارده. عندك النهارده يعني انت بتستحل كل حاجه النهارده. في اين الاسلام منك بقى؟ في اين هو الاسلام؟ الاسلام الحق بتلاقيه في تلاقيه في مصر، تلاقيه في السعوديه، تلاقيه في الامارات، تلاقيه في البلاد العربيه، تلاقيه في البلاد العربيه المحترمه اللي هي لا تعتدي. لكن انت النهارده انت معتدي النهارده. هل الاسلام قال لك روح اعتدي على على بلاد اخرى خدها واستولي عليها؟ اللي هو تفتكر اردوغان اخوان؟ اخوان؟ ده هو ابو الاخوان. يعني هو دايما يقول لك، هي انا سلام من كام سنه كده كنت بتناقش مع حد وقلت له اكيد الكلام ده ممكن اكتر من 9 سنين، قلت له تركيا اردوغان يعني ده اخوان، ده اخوان. قال لك لا اردوغان اخوان ايه؟ فظهرت دلوقتي قد ايه هو واقف مع الاخوان، بس هو اخوان يعني، يعني اخوان ارهابيه يعني، اخوان مسلمين ارهابيه ده يعني. ده لما كان لما ولو هو مش اخوان اساسا يعني، طب هو واقف جنبهم عشان ايه؟ لا لا انا اقول لك حاجه، كل اولا كل الاخوان الموجودين معظمهم كلهم النهارده في تركيا. طب تميم في تركيا النهارده، امير قطر ده تميم ده اخوان يعني؟ يعني انا انا بسال اسئله. لكن انا بقول لك اللي كان بيروح عند في تركيا كان بيروح الاخوان اللي هم بتوع حماس اللي كانوا موجودين كانوا على طول في تركيا. كل قاده الاخوان كلهم كانوا في تركيا وكانوا في قطر الاثنين. يعني القرضاوي وقعت فين؟ وقعت في قطر طبعا. يعني هل دول اخوان ولا مش اخوان؟ يعني اقصد اقول اخوان فعلا يعني، يعني اخوان ان هم اخوان من وسط انت عارف حضرتك الاخواني والارهابي لا اصل ده من صغره طالع. بس هل دول نشاتهم كانت اخوان؟ اذا كان اردوغان او هو النهارده قطر هو مثلا هو النهارده لقى في الاخوان لقى فيهم ضالته ان هو يقدر يحقق اهدافه بهؤلاء الناس، فبدا ياخدهم عنده. وبدا النهارده يقول لهم انا اخوان. انا شفت حديث للدكتور كان بيقول ان هو كان في مجلس في الامم المتحده على ما اظن، وبعدين حد قال له على اردوغان قال له افتكر ان ده في يوم من الايام هيبقى اكبر اخواني في المنطقه العربيه كلها. خد بالك هيبقى شوف الكلام ده منين؟ من فترات كبيره. بس نرجع اللي هو الدكتور اللي هو الدكتور ماسك مكتبه اسكندريه اللي هو الدكتور في ايه؟ الفقي. نعم الدكتور الفقي. نعم. طب حضرتك يعني القانون القانون مش الدولي، هو العرف الدولي انه تقريبا كده مفيش دولة بتعمل حاجة غير لما يكون واخدة الاوكي، واخدة الاوكي بقى من الولايات المتحدة الامريكية، واخدة الاوكي من بلاد عظمى زي روسيا ولا الصين، يعني كده هم واخدين الاوكي من مين؟ طالما النهاردة مفيش اي اجراء بيتخذ او ادانة لما يحدث، يعني من امريكا النهارده فين ادانه امريكا النهارده اللي مفيش خالص؟ نطقت امريكا النهارده مفيش. هل حصل النهارده ادانه من اي دوله من الدول الاوروبيه النهارده؟ مفيش غير اتكلم غير فرنسا، تاخد بالك؟ هل النهارده هو لان هو داخل هو داخل برلين بعد اذن حضرتك هو داخل هو داخل في حلف مع الدول الاوروبيه نعم في التحالف بتاعهم موجود معهم. التجمع اللي حصل في برلين لما كان
الرئيس بوتين ورئيس وزراء انجلترا ورئيس وزراء فرنسا ورئيس وزراء المانيا ورئيس وزراء المانيا وكانوا مجتمعين ايطاليا والرئيس السيسي لما اجتمعوا في برلين واتكلموا وطلعوا بنتائج انه ما فيش تمويل وما فيش وما فيش. طب ما ده تحرك ايجابي ولكن لم هل ينفذ. تم؟ ما هو ده ما انا بقول لك، هل تم؟ ما تمش. يعني هل الاجتماع ده تم؟ لا هل النتيجة للاجتماع ده تمت؟ ما تمتش. ولكن النهارده شوف، النهارده مقابلة الناس لأردوغان ده يبين لك مدى يعني لما راح أردوغان، راح روسيا، اتقابل ازاي في روسيا؟ سابه رئيس بوتين بره، ما رضيش يقابله، قعد فترة كبيرة بره، وفين لغاية بعد فترة كبيرة ما قابله. ده يدلك دلالة قاطعة على إن بوتين مش راضي عن تصرفات أردوغان. شوف بقى لما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيروح أي دولة النهاردة، شوف المقابلات اللي بيقابلوها في أمريكا، في ألمانيا، في فرنسا، في أي دولة من الدول دول، شوف المقابلات بتبقى شكلها إيه. كل الاحترام ليه كل والتقدير الاحترام؟ للسيد لأن عبد الفتاح السيسي. إحنا مصر محترمة نفسها. قيادة مصر قيادة محترمة. قيادة النهاردة عارفة قدرها. لكن أردوغان بيحاول بقدر المستطاع إن هو يعني لما أردوغان يروح النهاردة، أنت باعت حد باعت حاجات طبية لأي دولة من الدول ويروح ياخدها ويستولي عليها أردوغان، هل هذا تصرف رئيس جمهورية مقبول؟ لا طبعا. يعني أنا بشبهه بأن هو يعني زي القناصين، يعني ما بيخليش حاجة تمشي في طريقها السليم. هو دايما وباستمرار تصرفاته تصرفات مسيئة، مش مسيئة ليه لوحده، مسيئة ليه ومسيئة للشعب التركي. الشعب التركي شعب كويس على فكرة، مسيئة للشعب التركي، لأن هم الأتراك ما كانوا عايشوا عندنا في مصر فترة. نعم. واخد بالك؟ فمش كل الشعب التركي وحش، لكن هناك ناس في من الأتراك بتكره. شوف الجيش التركي، أنا أقول لك حاجة، لو أنت شفت الجيش التركي لما حصل الثورة اللي أحبوا يعملوها على أردوغان، شفت عمل إيه في الضباط والعريانين؟ فاكرين كويس. هل هذا هيخلي منهم بني ادمين يستطيعوا انهم يدافعوا او يقاتلوا في اي مكان في العالم؟ اذا كنت انا خليتهم عريانين قدام العالم كله، العالم كله اتفرج عليهم، نزلهم من الدبابات وقلعهم ودمهم. ده النهارده اذا كان هذا الكلام بيحصل في تركيا، ما بيحصلش في اي حته تانية في العالم. برجع هو ديكتاتور. نعم. والديكتاتورية دي ليها نهاية. تمام. سيادة اللواء، دايما في حواراتي دايما بأكد ان احنا لما بنتكلم على اي دولة احنا بنتكلم على القيادات اللي بتاخذ القرار. مظبوط. وليست الشعوب. مظبوط. اذا كنت بتكلم على تركيا ولا اذا كنت بتكلم على قطر او اي بلد، بنتكلم على القيادات. القيادات. اي مظبوط. طيب حضرتك، بعد ما سيد رئيس عبد الفتاح السيسي قال تجاوز سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر، لقينا تصريحات من تركيا في وقتها وابتدت يعني زي ما وصفوها الإعلام يعني جر ناعم، يعني طب ادونا بس إيه سرت، وإحنا مستوعبين إنه الأمن القومي المصري طبعا مستوعبين، يعني كان في تصريحات كده إحنا موافقين بس ادونا سرت. هم عاوزين يحلوا حل، اعتقد عاوزين يحلوا حل ودي، حل توافقهم، مش عاوزين حرب. لان الحرب هم خسرانين فيها. بس سيرت حضرتك هي المنبع الرئيسي للبترول. مظبوط. المنبع الرئيسي للبترول اللي يستولي على سيرت هياخد بترول ليبيا. فالنهارده اعتقد النهارده اللي موجود في سيرت النهارده مين؟ مين اللي موجود في سيرة النهاردة؟ الجيش الوطني الليبي. الجيش الوطني الليبي. نعم. لا يمكن أردوغان ولا جيشه هيقدر يقرب من سيرت ولا من الجفرة.
ولكن هيحاول. هيحاول النهارده في اذا كان في بعض المشاكل في مصراته في طرابلس وبتاع، لكن طب النهارده الناس كلها بتطلع مؤيده لجيش الوطن الليبي. مين اللي طلع ايد اردوغان في ليبيا؟ مين اللي طلع في ليبيا ايد رئيس الوزراء اسمه السراج؟ مين اللي طلع ايد السراج؟ محدش طلع ايده. ما هو عشان اوريدي هي الجماعات الارهابيه، ما انا بقول لك التنظيمات الارهابيه. ما انا بقول لك محدش طلع ايده، يعني مفيش حد من الشعب الليبي طلع ايده، لكن طلعوا ايده كلهم مين؟ الجيش الوطني الليبي، واقفين في ظهره. انا النهارده واقف جيش ورا جيش وطني الليبي بتاعي وبيحقق انتصارات، وهيحقق انتصارات خلال الفتره اللي جايه باذن الله. طب امريكا مشغوله بالانتخابات وموضوع الكورونا وعدد مزبوط. الوفاة كبير وعدد الاصابات كبيره. مزبوط. ماشي مظبوط ماشي، هنفترض انه ماشي. طب وروسيا اللي ليها اساسا قاعده في ليبيا؟ اعتقد ان روسيا لها موقف، هيكون موقف معضد للجيش الوطني الليبي. اعتقد هذا ان روسيا هيبقى لها لكن ما موقف. شفناش تصريحات، ما شفناش حاجة على أرض الواقع، يعني ما شفناش، ما فيش إلا يمكن هي بس فرنسا اللي شفنا تصريحات هامة، ويعني تجاذب في التصريحات ما بينها وبين تركيا يعني، إنما روسيا مش. أنت عارف إن المشاكل اللي كانت موجودة في سوريا كان موجود فيها برضو تركيا، وكان موجود فيها روسيا، وكان موجود فيها الجماعات الإرهابية، وكان موجود فيها حزب الله كمان اللي موجود فيه، يعني موجود فيها جماعات كثيرة. فالنهاردة أعتقد إن بوتين بيعمل حساباته كويس، أو بيدرس المواضيع كويس أو قبل ما يتخذ قرار. وأعتقد إنه لا، إنه أعتقد إن هو هيساعد الجيش الوطني الليبي، لا يمكن أبدا هيساعد الأتراك على احتلال ليبيا، لا يمكن. وبعدين النهارده هي الاتراك لما يحتلوا ليبيا وياخدوا ثروات ليبيا النهارده، طب اشمعنى هم اللي ياخدوا ثروات ليبيا؟ طب ما كان اولى اللي اقرب لهم من الناحيه الثانيه، اللي اقرب لهم مين؟ من ناحيه البحر الابيض، لو انت طلعت على طول في وشهم، في ايطاليا، في فرنسا، في انجلترا، في بعض البلاد الاقرب من تركيا اللي هي جايه من. فاعتقد النهارده وبعدين عاوز اقول لك حاجه. اتفضل. انا بقول القوات المسلحه المصريه العظيمه ان الفترات السابقه عملت حاجات عظيمه جدا، انها نوعت مصادر السلاح. طبعا. انها جابت اسلحه من روسيا، جابت اسلحه من الصين، جابت اسلحه من فرنسا، جابت اسلحه من المانيا، جابت أسلحة من أمريكا. كل ده ليه؟ عشان محدش يقدر يتحكم فيك في أي وقت من الأوقات. نعم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنت عندك حدودك كبيرة 1200 كيلو مع ليبيا، عندك حوالي 1300 كيلو مع السودان، عندك على البحر الأبيض حوالي 1000 كيلو، عندك تدخل بقى من رفح إلى كرم أبو سالم حوالي 14 كيلو، من كرم أبو سالم تدخل على النقب مسافة حوالي 400-500 كيلو، تدخل من النقب بقى تدخل على طابة، ومن طابة على نويبع، ومن نويبع على دهب، ومن دهب على شرم الشيخ، ومن شرم الشيخ تطلع على راس محمد، وبعدين تدخل بقى على منطقة الجنوب. نعم. تدخل على منطقة الجنوب كلها، البحر الاحمر، انك موجود عندك موجود عندك الزعفرانه، وعندك الغردقه، وعندك كسفاجه، وعندك مناطق كثيره جدا. مين يحمي كل هذه المناطق؟ عندك المضايق كمان، مين يحميها؟ لابد ان يكون عندك جيش وطني قوي. فانت عندك الجيش المصري جيش وطني قوي، جاب المسترال جمال عبد الناصر، جاب المسترال انور السادات، جاب الرافال، جاب الدبابات، جاب الغواصات، جاب أسلحة إلكترونية على أعلى مستوى،
أسلحة الإشارة على أعلى مستوى، خلى الجيش المصري النهاردة تاسع جيش على مستوى العالم. البحرية المصرية النهاردة الرابع على مستوى العالم. النهاردة لما تيجي تبص تلاقي الجيش بتاعنا بهذا المنظر، تفتخر بيه ولا ما تفتخرش بيه؟ افتخر جدا. ده انا افتخر بيه واحطه على دماغي من فوق ان الجيش المصري هذا هو الجيش المصري. مين بقى هيقدر يقف قدام الجيش المصري؟ بالرغم هذا التسليح، العقيدة بتاعته بقى النصر او الشهادة، ما يدخل معركة مش هيهتز، ما بيهتزش، داخل معركة ينتصر يبقى في شهادة. نعم. فاذا النهاردة العقيدة الراسخة مع التسليح العظيم الموجود مع التدريب الرهيب، احنا شفنا قاعدة برنيس، نعم، حاجة رائعة. شفنا قاعدة محمد نجيب، حاجة رائعة. شفنا لما راح الرئيس في اخر للمنطقة الغربية، شفنا الاصطفاف اللي موجود، شفنا الدبابات، وشفنا الطيارات، وشفنا يعني شفنا الجيش المصري وقوته اللي هي النهاردة بتخلي كل واحد النهاردة سواء في الشمال او في الجنوب او في الغرب يعمل له حساب. صحيح. سواء في النهاردة في منطقة الجنوب ناحية السودان ناحية اثيوبيا، نعم، او في النهاردة الغرب ناحية تركيا او ناحية، النهاردة كل واحد النهاردة بيعمل للجيش المصري حساب. نعم. انت قوي هتلاقي العالم كلها بتعمل لك حساب. صحيح. انت ضعيف الناس كلها مش هتعمل لك حساب. عندك حق 100% سيادة اللواء. سيادة اللواء انا فقرتي خلصت واليوم بتاعي في صفحة جديدة خلص. انا مش عايز انهي الفقرة والحلقة يعني. ربنا يكرمك يا شباب، ان شاء الله حضرتك تشرفنا تاني باذن الله تعالى. ربنا يكرمك يا، ونشوف اخر المستجدات. يمكن المجتمع الدولي والدول يتحرك. العظمى يبتدوا يتحركوا. عندهم شوية يعني اعتقد ان يعني شوية اهتمام. بلاش مجلس الامن الامم المتحده اللي في احتلال، احنا عندنا في جامعه الدول العربيه عملت، نعم، حاجه. نعم. يعني كل اعتقد الفتره اللي جايه هيبقى فيها في اخر سؤال سريع كده، هو في اي دوله في الكره الارضيه بتحتل زي ما بتحتل ليبيا دلوقتي؟ اطلاقا مفيش اطلاقا. طيب يا رب المجتمع بقى الدولي يبتدي يفوق. اعتقد سيادة اللواء محيي نوح، محيي نوح الخبير العسكري، نورتنا يا فندم، وشكرا لحضرتك يا فندم. شكرا اشرف باشا. شكرا حبيبي. شكرا ابني العزيز. ربنا يخليك يا فندم. شكرا جزيلا. ده كان يومنا النهارده في صفحه جديده. لازم طول الوقت اذكركم قبل ما انهي الحلقه، الكمامه، غسل الايدين، ويبقى ايه، يبقى في تباعد ما بينك وبين الاخر. نعم. اهو سيادة اللواء هو ابتدى يلبسها، وانا كمان اهو انا هنهي الحلقة. وهو انا يعني اهو.